السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تطور الحياة تزداد التعقيدات في العلاقات العامة والسلوكيات، إضافة إلى طغيان فلسفة العولمة على الحياة العامة، مما يتطلب في الكثير من الأحيان التوقف عند بعض مفاصل الحياة اليومية والاستفسار عنها. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. برنامج فتاوى من المشاهد وللمشاهد، أسئلة وإجابات لإزالة المشتبهات من الأمور. موضوع حلقتنا اليوم عن العلاقات الزوجية، حقوق وواجبات. للاستفسار رجاء الاتصال على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة، لكن بداية دعونا نرحب بسماحة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بداية سماحة الشيخ، بنسمع آية تتردد كثير على مسامعنا، نقرأها على كروت الأفراح، بنتعلمها بالمدارس، لكن القليل أو البعض لا يفهم معناها. الآية اللي بتحكي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تفسر لنا هالآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يعني هذه الآية كما تفضلت دائما تذكر في مناسبات الأفراح، ولما بيذهبوا بجاهة يطلبوا عروس بيستشهدوا فيها، ودائما الناس طبعا بيستذكروها وقت الأفراح هذه والمناسبات السعيدة. لكن يعني المشكلة في تطبيق معاني هذه الآية، في فهم مغازي هذه الآية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر الناس الخلق والمؤمنين بأن من آياته العظيمة، من نعمه على الخلق، أن جعل بين الأزواج مودة ورحمة، خلق للناس ليتزوجوا، يعني الرجل يتزوج امرأة ليكون بينهما حب، يكون بينهما التوائم، يكون بينهما ود. اختلف الفقهاء والمفسرون في تفسير المراد بالمودة رحمة، تفسيرات كثيرة كلها تجتمع على أنه العلاقة الحميمة بين الزوجين والارتباط الزوجي يجب أن يكون على هذا الأساس، على أساس من الود، من الرحمة، وهذه الرحمة متبادلة، ليست فقط من الزوج تجاه زوجته ولا فقط من الزوجة تجاه الزوج، هي مشتركة، فيها اندماج. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني في اندماج يعني خلقي طبيعي يتوافق معه التشريع الذي يراعي الفطرة ويراعي متطلبات الحياة ومتطلبات أيضا الأشخاص والنفوس. حتى سماحتك يعني ربنا قال لتسكنوا إليها، ما حكى لتسكنوا معها. نعم. ففي فرق بين السكن إلى الشخص والسكن معه. في كثير ناس بيسكنوا مع أزواجهم لكن لا يسكنوا إليها. جميل. يعني قضية السكن، يعني هو في آية بالخلق، خلق الزوجين اللي جعل بينهم مودة ورحمة، الغاية لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها ليعيش الزوجان بسكن وود ودفء، وهذا طبعا مطلوب. ولا تستمر الأسرة ولا تقوم إلا إذا وجدت فيها هذه الغاية وراعى الزوجان تحقيقها. أصلا هما يندفعان لتحقيق هذه الغاية اندفاع فطري دون تكلف، يعني ما بحتاجوا يتعلموا مدارس كثير أنه كيف يسكنوا ولا كيف، لكن بحتاجوا لثقافة تدعم الفطرة، تدعم هذه الغريزة الموجودة. يعني ولا زوج يعني مع زوجه في الوضع الطبيعي إلا بينه وبينهم أسرار، بينهما ود، بينهما رحمة، بينهما شعور، يشاركان بعضهما البعض في الألم، في الفرح، في المعاناة، في الضيق، في الشدة. ما نراه طبعا من تطبيق مخالف هو نشاز وليس تطبيقا سليما لغايات الزواج في الإسلام. معنا اتصال منال من أريحة. أهلا وسهلا بك منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ نشكر الله، تفضلي. بدي أسأل الشيخ والله ببعض الأمور بدي أستفسرها. تفضلي، بيسمعك. مرحبا شيخنا. مرحبتين. شيخ، أنا منال محمد من أريحة، خطبت سنة
ومن دون كتب كتاب. واحنا هلا انه حوالي 3 أسابيع 4 أسابيع ماخذين قرار الانفصال، وكل واحد فينا في طريق. فهون دار الشاب انه يطلب اشياء خلال السنه ما كانت على البال ولا على الخاطر، ومش صحيحه يعني، لا هو جابها ولا حطها. فمش عارف هو بحق له انه انا ما بدي لي، يعني انا كل الذهب جابه الي، بس انا ما بدي لا ذهب ولا شيء ياخده كله، والهدايا الذهب برضه تاعون عيد الاضحى والفطر برضه ياخذهم. بس بدي اعرف هل بجوز اني اعطيه كل مصاريف الحفله والاشياء اللي صرفها علي كل الفتره اللي هي صحيحه اللي انا بعرفها بيني وبينه، يعني بنعرفها وبعرفوها اهلي واهله، ولكن هون اهله بلشوا انهم يطلبوا امور زياده عن اللزوم. اسمحي لي، بالنسبه للمشكله بتعاني فيها هي مشكله شخصيه، يعني بتتعلق فيها اكثر من قضيه. اولا قضيه حقوق المراه لما تطلق قبل الدخول، لما يكون في عقد لها نصف المهر اذا كان الطلاق من قبل الزوج. اما اذا كان الانفكاك عن الارتباط بالخطبه من قبل الفتاه وهي لا تريد ان تستمر، هنا غالبا ما يتدخل اهل الجاه والاعراف. فطبعا من الطبيعي ان ترد له ما دفع وما خسر، لكن يجب ان يحكم ذلك العدل والانصاف، وان لا يكون في ذلك جور، وان لا يكون في ذلك يعني ابتزاز. يعني انت، انا بنصحك في مثل هيك قضيه يعني تحل المشكله من خلال وسطاء تثق فيهم وهم لهم قدره وميراث وفي هيك قضايا. هم في الغالب هيك قضايا بتمر كثير، لكن في الغالب يجدون الحلول المنصفه والعادله احسن كثير ما اقعد انا افصل لك شو بيطلع لك. باختصار، المراه اذا طلقت قبل الدخول وكان في عقد لها نصف المهر اذا كان الطلاق من الزوج. اذا كان الطلاق مش من الزوج، الزوج لا يجبر على الطلاق، واذا هي بدها الطلاق طبعا شيء طبيعي بدها تتنازل، بسموه في الفقه الطلاق مقابل ابراء، يعني بدها تبري حتى هو يذهب الى المحكمه يطلق. بس هي مش كاتبه كتاب هون. ما دام مش كاتبه كتابها غالبا ما يحكم في ذلك اهل العشائر والمحكمين الشرعيين اللي بيفهموا في هيك امور ولهم فالكار. هم في الغالب لا يظلموا الخاطب ولا المخطوبه. طيب شيخي تفضلي. بدي احكي لك انه انا اخذت له قرض حوالي على اسمي بيقارب ال1000 دينار. اسمحي لي، التفاصيل قد لا يعني لا تنفع على الشاشات والتلفونات. هذه الامور زي ما حكيت لك يعني تحل من خلال وسطاء اللي بيتدخلوا بالمواضيع وفي التفاصيل، وهم لهم نظره عادله. يعني ما الذي يحسب؟ ما الذي يرجع؟ ما الذي طبعا هو انت اذا اخذت له قرض شيء طبيعي يعني يجب ان يلتزم بسداد هذا القرض لك. انت اخذت القرض على اساس بحسن نوايا وبدك تقيم حياه زوجيه معه، الان ما انه الامور ما تم فيها توفيق، فمن الطبيعي ان يرد، لكن يعني يجب ان يسمع الخاطب ايضا ووجهه نظره حول هذه الامور وهذه القضايا. ما بنقدر نحكم لطرف سواء انت او هو بغياب الطرف الاخر، وبالتالي احنا هنا مش في يعني جلسه قضاء ولا نستطيع ان نبت في هيك مساله بتا على الهواء. ننصحك بالتوجه للمحكمين، ان اختلفتما يمكن التوجه للمحكمه الشرعيه. نرجع لحقوق الزوج والزوجه وفقا لكتاب الله وسنه رسوله. عشان تتحقق الموده والرحمه اللي ذكرناها بالايه لابد من توفر حقوق وواجبات للطرفين. يعني ستي ان يشهد لذلك واحسن شاهد قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني المسألة تبادلية، يعني المرأة عليها واجبات لزوجها والزوج عليه واجبات لزوجه. لا تتحقق الحياة الزوجية ولا تنسجم إن كان هناك تقصير. يعني ما بصير الزوج يطلب حقوقه من زوجته كاملة ونسمع منه مظلوم ومقهور وكل الحقوق فيها تقصير مثلا، والزوجة لم تحصل حقوقها مثل المهر حتى المعاملة والملاطفة. هي تبادلية بالاحترام، بالاحترام الكرامات، بحفظ الحقوق، بحفظ الأسرار. وبالتالي يعني ما بصير احنا يعني نتجاهل طرف
ونعطي طرف حقوق. احنا زي ما تفضلت في الحديث قبل الهوى احنا مش مع الاصطلاح انه مجتمع ذكوري. احنا مجتمع نسعى ان يكون مجتمع شرعي، مجتمع عادل، مجتمع منصف، يعني يحكم في هيك قضايا لشرع الله التي فيها العدل والانصاف لكل الطرفين. كان الصحابي يقول: لا اطلب كل حقوقي من زوجتي مخافة ان تطلب كل حقوقها، لانه ان طلبت كل الحقوق وطالبت هي كل الحقوق قد اكون مقصر. لازم يكون في عفو بين الزوجين، في تسامح في بعض القضايا، لكن يجب الاساسيات ان تكون موجوده متوفره. المراه تكون سكن لزوجها، تكون حافظه اسراره، تحفظ ماله، تحفظ عياله، تحفظ اسرته، تحفظ غيبته. الزوج ينفق على زوجته، يحترمها، ينفق عليها، يؤدي لها حقوقها، حتى في المعاشره وفي الحياه يجب ان يكون هناك ود وحب بين الزوجين، وحتى مهما بلغ بهم العمر والزمن. يعني حكينا انه احنا ما بدنا المجتمع يكون ذكوري، لكن البعض يسقط الثقافه المجتمعيه على النص القراني باستغلال بعض الايات، مثل ايه ليس الذكر كالانثى او الرجال قوامون على النساء، بيسقطوا ذكوريه المجتمع بهاي الايات، علما انه المعنى من هاي الايات مش مثل ما هم بيفكروا. اسمحي لي، انا معك 100%. احنا كثير من المسلمين يشوهوا الاسلام في مواقفهم في سلوكهم، يعني بيجونا بحالات الطلاق مثلا، بيجي متسرع في الطلاق، نقول له الطلاق لم يشرع في الاسلام لغاضب او لانسان متسرع او لظالم، شرع لانهاء حياه زوجيه استعصى بقائها ولا يوجد لها حل. وبالتالي في العلاقات هاي، يعني ليس الذكر كالانثى، ولا واحد في الدنيا بيقدر يقول انه ذكر مثل انثى. الأنثى مخلوقة بخلقة في طبيعة تلد ولها جسم ولها تطلع غير عن يعني طبيعتها في هذا الجانب تختلف. بنرجع لهاي الآية لأنه بدها وقفة عندها، لكن لازم نجيب اتصال عبد الله المدهون من غزة. أهلا وسهلا فيك، تفضل سيد عبد الله. يبدو انه الخط انفصل. معنا ام محمد من رام الله، اهلا وسهلا بك ام محمد، تفضلي. مرحبا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. بدي اسال الشيخ بالله عن وضع صار معي. انا متزوجه من 8 سنين. هلا من 5 سنين اللي هو بعد ولاده ابني الكبير، صار في برود من طرف جوزي وبعد عني، يعني صار في بعد في العلاقه بيني وبينه. هلأ مرت أول فترة كانت صعبة شوي وكنت أنا متضايقة فيها، وبعدين حكيت يمكن أنه صار عنده مشكلة أو خلل أو ضعف من طرفه، وما أعطيت الموضوع كتير اهتمام، يعني على أساس أنه الرجال ما يعني عادة الرجال ما بيحبوا يحكوا في هيك مواضيع. وتعايشت مع هذا الموضوع، يعني كانت تصير العلاقة بيننا لمدة كل شهر شهرين ومرات أكثر، وعادي يعني الموضوع بيصير بشكل طبيعي. بكتشف من أكم شهر أنه زوجي بيمارس العادة السرية من مرة لمرتين في الأسبوع، ومع العلم أنه أنا لما أتقرب منه بيرفضني وبشدة طوال الخمس سنين. فأنا ما بعرف هذا الحالة هو صح اللي بيصير، هل هو في مشكلة عنده، هل لازم نشوف حدا، إيش يعني، مش عارفة إيش أعمل. محمد طيب. سيجيب سماحته على سؤالك. يعني أولا يعني نبدأ بما انتهيت به، ممارسة الزوج العادة السرية بحضور زوجتي حتى يعني بعدم حضورها لا يجوز إلا في حالات ضرورية ومنقطع الواحد عن الزوجة. أما هذا نوع من الشذوذ، هذا نوع من الحراف، يعني وجدت الزوجة لكي يكون هناك يعني معاشرة بينه وبين الزوج، ومن يبغي بعد الزوجة هو من الخاطئين من المعتدين. وبالتالي يعني لا تجوز ممارسات الشاذة هاي ولا تقبل لا شرعا ولا قضاء. لكن يعني خلينا يعني معلش تحمليني، انه قد يكون هناك مرات قصور من الزوجة في التجاوب مع زوجها، قد يكون هناك عدم فهم لزوجها، قد يكون في نفور بينهم، بيحصل مرات انه في جفاء بيصير بين الزوجين.
أنا بفضل دائما تبحثوا عن الأسباب قبل ما نبحث عن العلاج، لكن بالقطع بالجزم اللجوء للعادة السرية وجود زوجة هذا إثم وخطيئة وهذا حرام شرعا ولا يجوز مطلقا، وهو قد يكون من الظالمين لأنه يعني لم يجعلها زوجة ولم يجعلها مطلقة، جعلها معلقة، يعني لا يؤدي حقوقها متطلباتها التزاماته من حيث المعاشرة لها، هو في هذه الحالة آثم وخاطئ ولا يجوز له ذلك. لكن حتى ما نتسرع أنا بنصحك تبحثي ومع الزوج نفسه عن هذه الأسباب، مفروض يكون بينكم صراحة، مفروض يكون بينكم توضيح. محمد ما زالت على الخط وعندها استفسار. أنا حاولت أتقرب منه بشتى الطرق، يعني ما خليت وسيلة لا شكلا ولا مضمونا ولا كلاما، كل الطرق حاولت فيها، وحاولت ألجأ معه أنه ندخل استشاري أو طبيب نفسي أو شيخ شرعا، يعني كان يرفض تدخل أي حدا. حاولت أدخل حدا من العائلات، يعني والدته أنه إذا حابب يتزوج كمان رفض، مع العلم أنه هو مش مقصر أبدا في مصروفاته معنا. الحياة ليست فقط مصروف بين الزوجين ولا نفقة، أبعد كثير من هيك، الحياة علاقة حميمة، ود، أداء حقوق، معاشرة، نسل. وبالتالي أنا يعني ممكن أنصحك اثنين يعني تراجعونا بدار الإفتاء مع بعض، مش كل واحد لحاله، يعني عسى من النقاش من الحوار معكم نفيدكم ونتوصل لأمور، وهذا بجوز يكون يعني نوع من الوساطة الحسنة. يعني إذا هو ما بده يكشف إسراره لمن حوله ممكن يأتينا ومعك ونناقش هذه الأمور، وقد يكون له أسباب، لكن إحنا من حيث المبدأ بما تدعين وبما تقولين يعني نؤيدك انه هذا كلام غير صحيح، غير سليم، غير مقبول. ان عجزتي عن معالجتي يمكن ان ترفع امرك للقضاء، يعني ممكن من خلال محامي ترفع قضية للقضاء اذا الوسطاء فشلوا واذا ما تمكنتي، لانه انت من حقك ان تعيشي حياة زوجية حسب الشرع وحسب المطلوب اليك فطريا وخلقيا، اذا عجزتي ممكن ان ترفع امرك الى القضاء الشرعي. يعني فإمساكم بمعروف أو تسريهم بإحسان. نعم. نرجع للآية اللي حكينا فيها عن القوامة. شو شروط القوامة ليكون الذكر له قوامة على الأنثى أو الزوج على الزوجة؟ يعني كما تفضلتي تفسر القوامة مرات تفسيرا يعني ظالما أو خاطئا. يعني القوامة هي ليست يعني سيادة مع القهر أو مع الظلم، هي سيادة من باب تنظيم الأمور. يعني لابد كل بيت أن يكون له سيد، أن يكون له رئيس، يعني إحنا مش في تنافس، إنما كل مركب، كل سيارة، كل طائرة، كل دولة، كل ناس لها قائد ربان، كل سفينة. البيت له قوامة، القوامة هاي من أبسط متطلباتها الأساسية أن ينفق الزوج، أن يتولى ويتحمل مسؤولية عن إنفاق البيت، عن كل صغيرة وكبيرة، يغطي هذا من ماله، من تعبه، من جده، ويطلب الطاعة من الزوجة بالمعروف. يعني من شروط القوامة أن تكون طاعة بالمعروف، وليست طاعة ابتزازية ولا طاعة قهرية ولا طاعة فيها ظلم. اثنين، الطاعة ليست بالمفهوم القهري اللي بيفهم منه انه يعني اوامر وتنفيذ. الحياة الزوجية تشاور، مشاركة، يعني الحياة الزوجية ود، يعني الآية اللي بدأنا فيها مودة ورحمة، سكن، اكثر من انه اصدار تعليمات. لكن لو اختلفنا في قضية بيتية اسرية وكان هناك لا يوجد في قرار الزوج مخالفة للشرع، ينبغي في النهاية أن نلجأ إلى تنفيذ هذا القرار. إذا كانت الأمور معاشية حياتية وفي قرارين في البيت وما فيهم معصية، لكن في اجتهادات، في الأخير بنا رأي ينفذ، وبالتالي هنا قوامة الرجل على البيت اللي هو مقابل ما ينفق، مقابل تولي المسؤوليه الاولى. سمحتك اعتذر على المقاطعه، اذا يعني لا ينفق الزوج على زوجته سقط عنه حق القوامه، هيك الصوره؟ هو طبعا انت ارجعي للايه، رجال القوام بما انفقوا، وبالتالي يعني القوامه مربوطه بالنفقه في الايه. حتى في النفقه في الشي قوامه، لا يعني هو اصلا المراه لما الزوج يعني بدون اسباب يمتنع عن النفقه
المرأة تطلب حقوقها من القضاء، القضاء الشرعي. احنا بمجتمعنا يعني اغلب السيدات ما بيلجأوا للقضاء، يعني عندنا ثقافة العيب لا هم ثقافة العيب في اشياء في اسر، لكن كثير المحاكم ملانة قضايا، وفيها قضايا نفقة، وفي يعني المرأة بكل شجاعة وجرأة بتضع محامي بتحصل نفقتها من زوجها وبتحصل حقوقها وبتحصل مهرها، يعني كل الحقوق هاي. سكوت المرأة عنه لخجل أو لبدهاش مشاكل، هذا يعني قد يكون نوع من مرات التقصير في التفريط في حقوقها. حتى ينجح أي زواج لازم يكون في تكافؤ، سواء دينيا اجتماعيا علميا حتى بالعمر لازم يكون في تكافؤ. هل الإسلام يلزم وجود التكافؤ بين الطرفين؟ الإسلام في الفقه الكفاءة في الزواج، اللي هو يعني من حق ولي الأمر ولي الفتاة أن يرفض زواج لعدم وجود كفاءة بين الزوجين بين الأسرتين في المهن، وفصل فيها الفقهاء كثيرا. لكن يعني انت طرحتي قضايا كثير في العمر وفي الفهم وفي الكذا، انا اسمحي لي يعني بجوز خلفك شوي. انا مع انه بحب انه يكون في انسجام وتوافق، الاصل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للفتاة للرجل هل نظرت اليها؟ قال له لا، قال انظروا اليها انه احرى ان يؤدم بينكما، يعني يؤلف. وبالتالي الزوجين لما بيتزوجوا بكون بينهم الف وود واحترام، حتى لو في فارق زمني بينهم، يعني بتلاقي بنت عمرها 28 متزوجة واحد عمره 38 حياتهم سعيدة. تجدي واحدة مثلا متعلمة طبيبة متزوجة واحد تاجر والحياة ممتازة، يعني ليس شرطا ان تتزوج الطبيبة من وزارة الصحة، ليس شرطا من التاجر ان يتزوج بنت تاجر، لكن الاصل ان يكون هناك وننصح مراعاة الاختلافات في البيئات. يعني هذه أمور تخلق مشاكل لما أنا بدي أتزوج واحدة مش لا تناسب بيتي وبدي أقرها وتعيش بظروفي ولا تتمكن ذلك. الفقهاء أبعدوا كثير كثير لما قالوا المرأة إذا كانت في بيت وكان لها من يخدمها في بيت أهلها يجبر الزوج في حالات معينة على الاتيان بخادم، لأنه هو جاء بمرأة يعني كانت تعيش بظروف وبجو حتى تنسجم الحياة وتستمر، لابد من مراعاة ما تربت عليه ما نشأت عليه. سيدة تسأل سؤال ظريف، ما حكم تجسس المرأة على هاتف زوجها؟ شوفي يعني كلمة تجسس حرام، ولا تجسس ولا تجسس على كل الناس. السؤال وردنا يعني الأصل أن يكون بين الزوجين ثقة، يعني أنا يعني بطلع قضايا زي هيك صدقيني عمر ما كان متابعة الجهاز التلفون بحل مشاكل لا من الزوج على زوجته ولا العكس، يعني الأصل يكون في ثقة ويكون في أمان بين الزوجين. يعني بدم أنا مش مأمن لزوجي ومش واثقان فيه وعندي مشكلة اطلاعي على رسائل الزوج يعني لا يأتي بشيء جديد سوى بتأجيج المشكلة، يا إما هذا زوج موثوق وانا وياه متفاهمين ومنسجمين، يا اما عندي توجسات عندي ادله عندي شواهد في عنده انحرافات انا احصل حقي تجاهها بالطرق المشروعه. اما لا اوافق على التجسس. سيده اخرى تسال، ما حكم من تاخذ من زوجها البخيل مالا بغير علمه، علما انها لا تنفقه على نفسها بل على البيت والاطفال؟ يعني هذا باب واسع، هذا يعني له شاهد شرعي. لما جاءت امرأة أبو سفيان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بخيل وبدها تنفق، النبي صلى الله عليه وسلم أجابها جواب مختصر مفيد، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني أنت بتأخذي ما يلزمك وولدك ليس زيادة. كثير من النساء بيسألنا مش هيك، بتقول أنا زوجي بعطيني مصروف البيت بخبي منه لأيام جاية لظروف أخرى، بس بتنفق على مزاجها. هنا بتدخل يعني قضية الشك بين الزوجين والخيانة، يعني واضحة ما يسد الحاجة بالمعروف إذا كان فعلا لا تحصلها منه بالطرق الشرعية الصحيحة. معنا عبد الله المدهون من غزة، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. بدي أسأل حضرة الشيخ، أنا تزوجت زوجتي واكتشفت إنها في الأخير إنها عاملة عملية. ألو، تفضل سامعينك. إنها عاملة عملية طلعت في عينيها وكانوا مكذبين علي، فكيف أهلها؟
فأنا لو بدي أنا يعني أطلق منها، هل في بيطلع لها حق إنها تأخذ اللي متأخر كله؟ تسمع شيء جديد انت ولا لا؟ هو بيسألك خلص؟ انه هو خلص هو سأل سؤال رح نجيب عليه بعد رفع الأذان، إنه زوجته عاملة عملية بغير علمه في عيونها قبل ما تزوجها. لكن دعونا الآن ننتقل لرفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. المدهوم من غزة الذي سأل أن زوجته عملت عملية دون أن تخبره قبل الزواج، فما حكم أخذها للمتأخر في حال طلب الطلاق أو طلقها؟ يعني أنا بحب أنوه هنا أنه ليس كل عيب بالزوجة أو بالزوج يستدعي طلاق أو انفصال. العيوب الظاهرة مثل مثلا ما في الجسد من أمور كعيوب في العين أو عملية، هذه ليست من الأسباب التي تستدعي طلاق. وبالتالي إن طلق زوجته حسب علمي وتقديري أنه يكلف بدفع نفقتها المؤجلة، وأنا لا أنصحه بالطلاق. يجب أن يصبر على زوجة خلفت وأنجبت وعاش معها، لكن كونها عملت عملية قديمة، الإنسان في حياته حتى يتزوج يمر مرحلة طويلة وسنين، يمر بتجارب في حياته بأمور صحية، ليس شرطا أن يقدم تقرير كامل إلا إذا كانت عيوب تعيق الحياة الزوجية واستمرارها. أما يعني ليس شرطا أن يقدم الإنسان لشريكه في الحياة كل تفاصيل التي مر بها بحياته ما دامت لا تخصه كثيرا، وقد لا تكون من الأسباب التي تؤثر على مسيرة الحياة الزوجية. ما بصير بعد ما أنا عشت مع زوجتي وهالسنين وجدت أنه كان عندها مشكلة بعينها وكانت قد أجرت هاي العملية أني أنا أطالب بحقوق وتخلي عن التزامات المالية تجاهها. سيدة من رام الله تسأل أنها متزوجة ولها بنات من زواج سابق، فهل يحل لبناتها أن ينكشفن أمام زوج الأم؟ هو زوج الأم يحرم على البنات بناتها، هذا بيسموهم الربيبات، وبالتالي مدام هو يحرم هو باعتبار الآن يصح لهن أن يكشفن رؤوسهن أمامه رؤوسهن. وبالتالي لكن لا ننصح أمام ما نسمع من قصص أن يكون هناك في يعني تعري أو أمور أبعد من الحدود المعقولة المتعارف عليها بين الناس في العلاقات بين الأسر. هو من حيث الشرع يحرم عليه الزواج من أي منهن، وبالتالي يعامل معاملة أي محرم. زوجة نافرة من زوجها ومانعة له بالعلاقة الزوجية مدة عامان رغم أنهما يعيشان تحت سقف واحد، ما حكم الشرع؟ هو يعني المرأة في ليلة، مش عام ولا عامين، في ليلة واحدة إن امتنعت المرأة عن أداء حق الزوج المشروع هي تأثم وتبقى الملائكة تنعنى حتى هيك تصبح. وبالتالي إلا إذا كان عندها أسباب، عندها مبررات سواء تخص صحتها تخص نفسها أو في علاقتها مع هذا الزوج. إذا كانت الأمور تتعلق بخلافات مع الزوج، نفور من الزوج كما تفضلت بالآية الكريمة، إمساك بمعروف أو تشريع بإحسان، يعني هذا مطلوب من الزوج والزوجة. يعني ماني قادر أستمر، يعني جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، زوجي ممتاز وصلاة ودين وكل شيء، ما بتحبوش، يعني مش قادر تستمر معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفهم ذلك وقال لها ماذا أعطاك من مهر؟ قالت أعطاني حديقة. فنادى الرجل وقال لو خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وبالتالي يعني لا مجال لاستمرارية حياة زوجية بكراهية ببغضاء بعدم انسجام، لكن ما بصير نستمر فيها مع التقصير. معنا أبو أحمد من القدس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بدي أسأل الشيخ. تفضل. هلا مطلوب مني انا يعني اتزوج على مرتي، بدي اتزوج عليها، بس بيحكوا لي انه بدي ورقه عدم ممانعه، فهلا لغوا هذا الموضوع يعني فجاه؟
يعني انا مش عارف كيف هذا عن طريق مين يعني بتون، وليش انا هذا بحصل في الضفه؟ يعني حرام الزواج على المره الثانيه، الزواج الثاني هو عفوا هو مش حرام الزواج الثاني والتعدد بشرط تحقيق العدل، لأن ربنا سبحانه وتعالى اشترط ذلك. لكن لا يصح للزوج أن يتعامل مع زوجته وكأنها يعني شريك مع الغياب، يعني ما بيصير يتزوج وهي لا تعلم، لأن المحكمة الشرعية أنها أخذت قرار أنه تعلم الزوجة القديمة بأن الزوج يريد الزواج حتى تكون على علم، ولا تشترط موافقتها، يعني لا تشترط المحكمة أخذ موافقة، لكن يجب أن تكون على علم ودراية حتى ما تفاجأ، وتعلم الزوجة الجديدة أيضا حتى ما تخدع أن لهذا الزوج زوجة في بيته، لا لديه زوجة على ذمته. وبالتالي هذا ما تفعله المحكمة الشرعية هو إجراء حتى يتلافوا مشاكل، حتى يدفعوا ظلم، حتى ما يكون بين الزوجين خداع، لأنه كثير من الزيجات تمت مع جهل الزوجة، وتمت لسنوات مرات والزوجة على ودانها مش دارية أنه زوجة عنده مرأة وعنده خلفة جداد، وبالتالي هذا لا يجوز، ويجب أن تكون المرأة على دراية بأن هذا الزوج له زوجة أخرى. يعني لا يوجد شروط لزواج الرجل بزوجة أخرى؟ ما في شروط؟ شروط لا، هو شروط الشرعية العدل والقدرة، طبعا القدرة على القيام بفتح بيتين ويتزوج، هذا مطلوب حتى لو لم تكن الزوجة مقصرة، حتى لو كان لم تكن، يعني من ناحية شرعية أنا ما بديش تبدي عليه الناس، لكن من ناحية شرعية يجوز شرعا للزوج ما دام يستطيع العدل بين الزوجات أن يتزوج أخرى، لكن يجب أن يعدل في النفقة وفي السكن وفي المعاملة وفي المعاشرة، بده يكون في عدل. ما بصير أتزوج واحدة وأهمل الثانية، ما بصير أتزوج واحدة ما عنديش إمكانية أصرف. أنا بيجين بعض النساء يشكين الزوج ديون ومشاكل وبدي يزوج كمان واحدة، وهي بجوز تكون مساهمة معه في حياته وفي استمرارية حياته ومعيشته، يعني بيكون في هناك ظلم. أنا ما بنبحث، بنقول إذا في عدل وفيش ظلم يجوز، لكن المحكمة الشرعية عندنا خوف يصير يعني إخفاء لخبر الزواج وتحصل مشاكل ويحصل ظلم. الزوجة بتكون على علم، الزوجة القديمة والزوجة الجديدة بتكون على علم انه عنده زوجة، ما بصير يعني يقعد بخبويات يشتغل. زوجة تعمل وتتصرف بنقودها دون علم زوجها، ما الحكم الشرعي لها؟ يعني حر مالها؟ لا اسمحي لي، يعني هذا مفهوم يجب ان يفهموا كل الناس من ناحية شرعية. المرأة لها ذمة مالية مستقلة، الان جاءها نقود يعني مهرها، اجاها رواتب، عيديات أهلها، من أي مال يأتيها كناحية شخصية هذا مالها، وليس للزوج علاقة فيه به أو الأخذ منه إلا بالمعروف والإحسان. لما جاءت عبد الله بن مرت عبد الله بن مسعود زينب، قالت لعبد الله اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم اسأله هل يجوز لي أن أعطيك من زكاتي، يعني عندها مال عبد الله بن مسعود فقير. قال لها أخجل، اذهبي أنت فاسأليه. فذهبت إليه، قالوا له زينب في الباب، من زينب؟ قالوا له هذه امرأة عبد الله. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل هي الشاهد في القضية أنه بصير أعطي عبد الله زوجها، يعني دليل أنه عبد الله فقير وهي غنية إلها مال. قال لها لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. أنا شجعها، لكن ما قال لها والله ليش أنت مش مشاركتي مالك، ليش مش فاتح الخزانة له، ليش مش معطيه دفتر الشركات، يعني ما يعني هذا الكلام مش صحيح، الناس بفهموا غلط. بيستولي على المال وبعطيها الذهب أول الزواج وبيبيعه وبعدين ببطل يتعرف عليها، هذا ظلم وإجحاف. يعني يا معشر الرجال اسمعوا وعوا، مال الزوجة للزوجة وإلها أكيد. لازم نفقة من أكيد. الزوج قد ما كانت غنية. نعم نعم. بالنسبة للعمل طبعا الزوج من البداية ممكن يرفض عمل زوجته ويخليها مثلا في البيت، هذا يستطيع، لكن إذا انسجموا واتفقوا أنها تشتغل راتبها لها إلا إذا كان بينهم شروط واتفاقيات خاصة. يعني هذا السؤال كل النساء بتسأله، هل واجب على الزوجة القيام بالأعمال المنزلية، وهل يجوز الامتناع عنها أو طلب أجر مقابلها؟ كثير السيدات بسأل عنه. اسمعني شوية، هذا يصار فقهيا أيضا، يعني المرأة هي بتخدم، المرأة مش خدامة أصلا، المرأة شريكة بحياتها، لكن المرأة تؤدي دور حياتي،
بتلاقيها يعني احسن مره في البلد، بتلاقيها مبسوطه جدا بتطبخ في البيت، بتكون بمهارات الطهي وبالبيت وترتيب البيت. مش كل الناس عندهم يجيبوا شغالات ويجيبوا خدمات ويجيبوا ناس. في الغالب تقوم بهذا الدور المرأة مع الزوج بتعاون مع الزوج، الزوج يعمل ويأتي وينفق على البيت. لكن يعني لا تعامل المرأة معاملة الأجير والمستأجر وإنها بس يعني جاية تخدم وعليها واجب. خلينا نطلع عن حيز قضية الواجب الحرفي. المرأة تقوم بدافعية ذاتية بتشاركية مع الزوج في خدمة بيتها، في تهيئة الجو النفسي للبيت كله بمساعدة كل أطراف البيت. يعني لازم يتساعد، لأنه كمان هلأ السيدات أغلبهم بيشتغلوا، فهي مثلها مثل الرجل بتساهم في البيت، فجميل جدا أنه يكون هو مفروض يكون تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. إن شاء الله يكون. بماذا تنصح الشباب المقبلين على الزواج في ظل ارتفاع نسب الطلاق؟ أنصح ألا يتسرعوا بالارتباط، يعني أن يكون هناك بحث يعني دون يعني اعتماد فقط على العواطف والرؤية السريعة، أن يكون هناك دراسة وتعمق. اثنين، أن تكون هناك ثقافة لدى الطرفين، ثقافة عن الزواج، الحياة كيف تستمر، أن يكون هناك صبر تجاه الطرفين، أن يكون هناك نظرات واقعية للأمور. يعني احنا نرى الفتاة مثلا أو الفتاة ترى الشاب نظرة بعيدة، ترى فيه الخيالات والمثل والكذا. لما بصير الاحتكاك بصير هناك نظرات واقعية، بصير هناك نظرة الأمور عادية، بصير فتور مرات. الآن إذا ما كنا يعني ندرس الأمور ونظر إليها بواقعية قد نصدم، وبالتالي لاحظي أكثر نسب طلاق في السنة الأولى من الزواج أو الثانية. ليه؟ لأنه التطبع والتأقلم بين الزوجين بيكون مش مفهوم صح ومش قادرين نعمله، وبالتالي بنفشل، وبتلاقيهم بيبكوا بدهم يفارقوا بعض لكن مش قادرين يستمروا لأنه في مشاكل صدمتهم ما كانوش يتخيلوها. وبالتالي خليهم ينظروا الأمور نظرة واقعية، يكون عندنا ثقافة، يكون عندنا أهم من كل ذلك تقوى الله، أن نخاف الله في بعض. يعني الزوج يخاف الله بزوجته وهي تخاف الله فيه، وبالتالي هذه بتصور تحقق كثير من الردع للطرفين في انهم يتمادوا في التعدي على حقوق بعض. يعني كمان هو لما بتكون العلاقه جيده بين الطرفين بينعكس على الاطفال، على سلوكهم، على ادائهم المجتمع كمان الدراسي وعلى المجتمع ككل. اضرب لنا امثله من قدوتنا سيدنا محمد في التعامل مع الزوجه. شوف انا بدي اضرب لك مثال من تعامله مع الزوجه التي ماتت حفظ الحقوق، خديجه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة أخرى وهي موجودة حتى ماتت، وكان يذكرها دائما، حتى كانت عائشة تغار من ذلك، تغار من خديجة وهي ميتة. هذا دليل على الوفاء ودليل على الحب الحقيقي ودليل على أن الحياة لا تنتهي بالكبر بالهرم، ولا تنتهي بمشكلة بالعين أو مشكلة عفوا يعني الحياة الزوجية أبعد من هيك، في أمراض، في أشياء تعتري الزوجين. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتت الزوجة وبقي يذكر ودها ويصل صديقاتها يعني يصلهم بالود وبالصدقة وبالهدايا وبالكذا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحياة والصبر على الزوجات ومشاكل، عائشة كانت أسر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني أحب النبي واضح، وكان له زوجات أخريات، كانت احيانا بتدافع الفطره بتدافع الطبيعي تغار. يعني احدهم اتى بصحن طعام، عائشه بشكل متسرع كسرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل بالجفاء وبالصرامه وبالكذا الفوريه، انما امهلها وقال غارت امكم. سماحة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، جزاك الله عنا وعن المشاهدين كل الخير. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، إلى أن نلقاكم الاثنين المقبل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.